افتتح الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء مؤتمر مستجدات التكنولوجيا والابتكار في الشؤون القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور عدد من رؤساء الشركات والمنظمات وكبار المسؤولين وأكثر من 150 مشاركا من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات القانونية من داخل وخارج البحرين. وتحدث الوزير ميرزا في كلمته الافتتاحية عن أنه خلال السنوات السابقة لطالما تم تصنيف المهمة القانونية على أنها مهنة تقليدية ولا تقبل الاستفادة من التقنيات الحديثة، ولكن هذا الاعتقاد قد تغير الآن في العصر الحالي، حيث أخذت التقنيات التكنولوجية الحديثة تغير الطريقة التي نعيش ونعمل بها. وبالطبع فأن تأثير التكنولوجيا أيضا قد امتد بشكل كبير إلى الشؤون القانونية ومهنة ممارسة القانون، وأصبح المحامون وخبراء القانون يستخدمون التكنولوجيا في عملهم كالبحث الإلكتروني مثلا في قواعد البيانات المتعلقة بالشؤون القانونية، بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي أيضا سيغير طريقة إجراء البحوث القانونية. مع الانتشار الواسع للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والإمكانيات الهائلة للهواتف المحمولة، أصبحت الفرصة مواتية لجميع القطاعات للاستفادة من هذه التقنيات بما فيها القطاع القانوني. في السابق القطاع القانوني كانت إحدى القطاعات التي تتحفظ في الاستفادة من التقنيات الحديثة وتلجأ إلى الأعمال اليدوية والورقية لأسباب تاريخية، ولكن اليوم الوضع تغير وأصبحت جميع مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية تستفيد من التقنية الحديثة لتطوير عملياتها وتبسيط إجراءاتها وكسب الزبائن، وأصبحت هذه المكاتب القانونية تستثمر مبالغ ضخمة في تطبيق التقنيات الحديثة لتطوير عملياتها، وأصبحت كذلك توظف الآن محامين على خلاف المحامين السابقين. المحامين الجدد لازم يكونون ملمين بتطبيقات التقنية الحديثة وما يمكن الاستفادة منه في هذا المجال، وخاصة أن هناك الآن الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الرقمية وغيرها التي يمكن الاستفادة منها من جميع القطاعات. وهذا المؤتمر يسلط الضوء على الخبرات العملية من جميع دول العالم ومنطقة الخليج العربي في الاستفادة من التقنية الحديثة وتطبيقها لتطوير أعمال القطاع القانوني.